صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا بيكم في اول حلقه من السنه الجديده. كل سنه طيبين. برنامج يلا فاشن، هنتكلم عن شويه حاجات ريليتد بالموضه للبنات والولاد سريعا. ايه رايكم لو نتكلم عن شويه اخطاء ممكن كلنا بنعملها وما ناخدش بالنا منها؟ اول حاجه اختيار لون اللبس المناسب للون البشره. كلنا بنقع دايما في المشكله دي، ما بنبقاش عارفين ايه اللي ممكن نعمله، ايه اللون المناسب ليا اللي انا اختاره يكون مناسب لبشرتي. فاختيار اللون المناسب للبشره ده من اهم الحاجات اللي ممكن نعملها واحنا بنلبس. يعني ما ينفعش ابقى سمر قوي والبس لون غامق قوي، ما ينفعش ابقى بيضه قوي والبس لون مفرقع قوي. تناسق الالوان، ناس كتير مننا ما بتعرفش تنسق الوان مع بعض. الوان الموضه دلوقتي فيها الوان كتير قوي موضه، بس ازاي ننسقها مع بعض؟ ازاي ما البسش الوان متعارضه؟ ازاي ما البسش برينتس متعارضه، بمعنى ان انا اجي البس مشجر او برينتي البس معاه كارو. عندنا برضو الالوان البهته، في ممكن سكين كولر معين البسه يبهتني لون. انا شكلي النهارده باهت جدا وشكلي بيل، وانا مش بيل، انا مش تعبانه ولا حاجه، بس اللون اللي انا مختاراه لون غلط. فاختيار الملابس الوان اللبس نقطه مهمه جدا كلنا بنقع فيها. كمان شكل الجسم، شكل الجسم اللي عامل مهم جدا ان احنا نختار. وهنتكلم النهارده، هوريكم شويه صور ممكن تورينا وتوضح لنا اكتر. الاطلاله المنقوشه زي ما اتكلمنا، الكارو ما ينفعش البس كارو على كارو، ما ينفعش البس ريه على كارو، ما ينفعش البس فلوري او اللي هو الحاجه اللي فيها ورد كتير والبس معاه لون فاقع قوي، ما ينفعش. حاجه برضو يعني بنقع فيها كلنا، ان احنا اللبس اللي بنلبسه تحت او وليكن البيزك اللي بنلبسه تحت الهدوم ما ينفعش ان هو يكون مش مكوي، ما ينفعش ان هو يكون الخطوط بتاعته واضحه تحت الهدوم اللي هي بروز الخيط تحت اللبس. كل دي اخطاء كلنا لو تجنبناها ساعات بيبقى الاوتفيت حلو قوي وشيك قوي وبنوته شكلها شيك قوي او ولد شكله شيك قوي، بس شويه التكات الصغيره دي بتبوظ شكل اللوك تماما. اللون الاسود مثلا عندنا في اي وقت، في الشتاء في الصيف، ولو ان هو مش مستحب قوي في الصيف، بس اللون الاسود من الالوان اللي ثابته معانا لاي حاجه وبتليق معانا فعلا على اي حاجه، بس اكسبت حاجات معينه. يعني لو انا لابسه مثلا حاجه فيها كولر كالوري قوي او برنت فيه فلوري زي ما قلنا، او ما ينفعش اجي مثلا لابسه سوت فوشيا واقوم لابسه الشراب اسود ويبقى باين. فشوية تراكس كده ممكن احنا لو بصينا عليها سريعا ناخد بالنا منها. نتكلم عن موضة الاوفر سايز. الاوفر سايز موضة طبعا زي ما انا قلت للبنات وللولاد، بس في فرق ان انا البس الاوفر سايز بشكل شيك وبشكل مهدل او اوفر سايز قوي. ده الفرق هنا، ان انا ازاي اعرف البس الحاجه بالشكل المناسب. وطبعا هنعرض صور هيورينا ازاي ممكن نلبس موضه الاوفر سايز وتكون مناسبه لمين ومش مناسبه لمين. طيب الاوفر سايز طبعا مناسب للبنات الرفيعه جدا والبنات الميديم والبنات الاكتر من كده زي ما هو معروض دلوقتي، ده اوفر سايز. الاوتفيت كله حلو قوي، هي عامله فيتنج حلو قوي، بس هي لابسه بزياده قوي. البنطلون واسع جدا بزياده، الجاكيت واسع جدا بزياده. فهنا هو ده مثلا شكل اللي هي الاخطاء. فالاتيكيت في تنسيق اللبس ده مهم. عندنا الصوره دي ان هي لابسه بليزر، الصوره اللي عشان طبعا موضحه جدا ان هي مرفعاها، والصوره اللي على اليمين هي موضحه ان هي متخناها. ليه؟ لان هي مش لابسه حاجه متناسقه مع جسمها. الجسم المليان مش هيليق عليه يا جماعه الاوفر سايز خالص، لانه هيديله شيب اكبر من الشيب بتاعه، هيحط على الجسم جسم. نتكلم عن مثلا تركية زي نظافه الشوز.
مش بتشوفه ساعات في حد شكله شيك قوي والسوت شيك قوي، الشنطة شيك قوي، الشعر جميل، كل حاجة مظبوطة، نيجي نبص على الشوز نلاقي تراب على الشوز. فدي حاجة ناخد برضو بالنا منها في البنات والولاد على فكرة، يعني في حاجات طبعا ده كل ده عام بنات والولاد، يعني مينفعش انت برضو تبقى راجل شيك كده وامور ولابس حلو قوي وبعدين نبص على الشوز نلاقيه مجرح عليه تراب، الحاجات دي كلها بتبوظ المظهر جدا. نيجي نتكلم عن الاكسسوارات للبنات. في يا الا افراط قوي في استخدام الاكسسوارز، يعني بص الاقي خاتم هنا وخاتم هنا وحلقه هنا يا الا ما الاقيش اكسسوري خالص، او ان مثلا اكون لابسه حاجه كلاسيك ولابسه نكلس بلاستيك ملونه، حاجه ستراس، حلق ستراس على حاجه بلاستيك او فيها خيوط، حاجات مش مناسبه خالص مع بعض. الحاجات دي كلها بتدي شكل مش متناسق، واحنا لما بنيجي نلبس دايما بنهتم ان يكون شكله متناسق. يعني لو لبست اكسسوري فيها ستراس مثلا وليكن ايرنج او حلق، برضو لازم احافظ على ان انا بقيه الشكل يكون برضو نفس الستراس او اتليست يكون قريب من بعضه. نيجي مثلا بوينت زي الفساتين السواري او اللوك السواري. اللوك السواري يا جماعه ما بينفعش ابدا نلبس معاه ساعه خالص. بشوف الاخطاء دي كتير، بيكونوا ناس بيتكلموا كمان في اللبس انفلونسرز. احنا طبعا مش بننتقد حد معين، احنا بننتقد البوينت او بنعرف ازاي نلبس ونلبس الحاجه صح ازاي. فكرة ان احنا نلبس الاكسسوري ذهب على فضة او جولد على فضة، دي برضو من الحاجات الشائعة جدا اللي مش مناسبة، يا الا نلبس ذهبي يا الا نلبس فضة او ما ندمجش بشكل مش مناسب. هنروح بريك ونرجع لكم تاني، او تروح في اي حد. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعايا النهارده ضيفي اللي مشرفني، هو فنان، فنان في منطقته، فنان في مكانه، الكاستم ديزاينر والستايلست احمد علام. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله كويس. منورني جدا النهارده ومشرفني. كلمنا كده في البدايه، عرفنا الكاستم ديزاينر، ايه الفرق بينه وبين الفاشن ديزاينر؟ الفرق ما بين الكاستم ديزاينر والفاشن ديزاينر، الفاشن ديزاينر هو بيكون حد يعني انا محتاج ان انا عندي ايفنت معين، بروح للفاشن ديزاينر عشان يعمل لي حاجه معينه ليا انا. الكاستم ديزاينر اكتر بيكون شغله مخصص للميديا، سواء اذا كان افلام او مسلسلات او فيديو كلاب، اعلانات. اللي هو تخصصك؟ اللي هو already. تخصصي. انت في yes. مكانك في الميديا يعني very professional. Thank you. طيب بدأت موضوع الستايلينج ازاي؟ والله هو الحاجة جت صدفة. أنا كنت بدرس فاشن ديزاين، وكان في جزء من الحاجة اللي كنت بدرسها كان في ستايلينج، بس يعني كان في بروجكت كده ما ربنا ما وفقش فيه يعني ان احنا نكمل البروجكت بسبب الحاجات اللي كانت وقتها كانت حاصلة في البلد. وقت كورونا ولا ايه؟ لا، وقت الثورة. الثورة. فجت لي فرصة ان انا اكون موجود في بروجكت كان بيتعمل حاجة كان حاجة يعني هيستوريكال، وبدأت في كانت فيها. ايه هي الشانس دي؟ كان حاجة اريبيان نايت، كانت الف ليلة وليلة. وبدأت فيها از الستريتر، كنت بديزاين الديزاينز بتاعت المسلسل. ومن وقتها وانا دخلت عالم الميديا بقى، وهي اللي بيدخل عالم الميديا ما بيعرفش يتبطل. انت حابب الموضوع، واضح جدا، لان انت يعني غير ان شغلك بيتكلم لوحده، انت موهوب. يعني دي حاجه من عند ربنا اكيد. طبعا. بتشوف ان معظم الستايلست دايما بيبقوا ستات ولا رجاله؟ والله هو في الغالب بيكونوا ستات. بس يعني انا مش هقدر انفي طبعا وجود الست المراه في اي مجال كانت موجوده فيه. بس برضو زي ما بيكون بيقول لك ان احسن شيف بيكون راجل واحسن كوافير بيكون راجل. انا اي بليف ان ذس جدا. يس. فهو الحاجات كلها كل ما الحاجات بتبقى متعلقه اكتر بشويه ارتستيك.
ممكن يعني الراجل بيبان اكتر في الحته دي. طب واجهت ده، واجهت في ده حاجه يعني، واجهت ان انا ستايلست راجل، واجهت ده ازاي واجهته ازاي؟ والله هو في الحاجه بدايتك اتليست؟ بتيجي بالمثابره وبالخبره طبعا، وبان انت اصرارك على الحاجه اللي انت عايزه تعمليها هو ده اللي بيخليكي توصلي وتباني في المكان اللي انت فيه. طب بتشوف اصعب ست ولا راجل، ولا بلاش نصنفها اصلا؟ انا شخصيا بشوفه اجتهاد، انت بتشوفه ازاي؟ بصي، هو شغلانتنا اساسها ان انت بتتعاملي مع سواء اذا كان الفنان او ايا كان اللي انت بتتعاملي معاه، هو انت بتبقي قبل ما تكوني ستايلست فبتبقي سايكايترست. بمعنى انت بتكوني معالجه نفسيه، لان انت بتدخلي على اللي انت داخله عليه. شخصية بالظبط الشخص اللي انا بتعامل معاه ده، بالظبط، لازم انا كأني برسم شخصية. بالظبط، فانت لازم تتعاملي معاه مع السايكولوجي بتاعته هو، اوكي، قبل ما تتعاملي او تبيني له الحاجه اللي هو الكاركتر اللي انت بترسميها له. لان برضو حاجه اساسيه جدا في شغلنا ان احنا الفنانه او الفنانه لما بتكون واقفه قدام الكاميرا، هي لو هي مش مستريحه نفسيا للي هي هتعمله، عمر واللي هي اللي هي لابساه لابساه كمان، مش صح؟ هتكون مش هتعرف تدي اي حاجه، ولا اللبس هيكون ليه اي لازمه، ولا الكاركتر هيكون ليه اي لازمه. طول ما هي مش مستريحه او هو مش مستريح، حاسس ان هو ساتيسفايد او صح. هو اوكي مع اللي هو لابسه. طب انت بتشوف ان شخصية كل حد يعني لبسه بيعبر عن شخصيته، فانت بالتالي انت محتاج انك انت تلبسه شخصيته وانت بتلبسه او بتعمله ستايلينج للبسه؟ ده لو حاجات اللي هي لو احنا بنتكلم في الايفنتس والحاجات العاديه بره الميديا او بره مسلسلات او افلام، ده لازم يكون كده طبعا. لازم حاجه بتكون تعبر عنه وفي نفس الوقت تعبر عن اللي هو بيعمله. صح. لكن احنا في الميديا او في الحاجات التانيه بقى اللي هي بتكون الافلام والمسلسلات دي، ممكن انت تكون بتعبر عن شخصية تانية خالص، بالظبط، ما مش هو ما شخصية احنا الشخص. في التمثيل احنا مش بنعبر عن شخصيتنا، احنا بنجسد شخصيه. فانا لازم بشتغل على من اول الباك جراوند بتاعت الشخصيه دي، حياتها، شغلها، المجتمع اللي هي فيه. ده صعب يعني الحمد إلى لله، حد ما، الحمد لله إلى حد ما بيبقى هو تحدي في كل مره، بيكون صح، في تحدي ان انت ازاي تطلعي حاجه من اللي قدامك ده. ومن نفسك كمان. اكيد طبعا، انت اكيد ممكن طبعا. تكون بتكتشف نفسك في نقطة معينة. شغلانتنا في كل مره بتشتغلي، في كل بروجكت جديد بتشتغلي فيه، بتتعاملي مع ناس جديده، مع طباع جديده، مع افكار جديده، مع مجتمع جديد. كل دي بتزود الخبرات experience في حد والحاجات اللي ذاتها جوه طبعا، البني ادم طبعا. اكيد اكيد اكيد. طبعا. طب بتشوف الاصعب ايه، انك انت تستايل ست او بنوتة ولا تستايل راجل؟ ايه الاصعب بالنسبة لك؟ ما يعني هو الاثنين تقريبا سيان. هو برضو بترجع على الحاجه اللي هو هيستخدم فيها ده. يعني هو دايما بيقول لك، مثلا في حد بيقول لي، يجي يقول لك قول لي انا ايه اللي يمشي عليا. هو مش مش اللي عارف. يمشي عليا بس، هو اللي هيكفر النيز بتاعتي، هيلبي الاحتياجات بتاعتي، سواء اذا كان شغلي، سواء اذا كان المجتمع اللي انا عايش فيه، حركتي انا كل يوم شكلها عامل ازاي. فمش اللايف بس ستايل بتاعي، يس طبعا، انا بروح فين، فبالتالي محتاج البس ايه، بالظبط، صح ومش كده؟ بس جسمي يعني. ايه طيب غير جسم؟ ما هو الجسم والمجتمع الجسم هو والحاجات الشكل الخارجي، صح بالظبط، كده؟ والشغل بتاعي، الناس اللي انا بتعامل معاهم، الاماكن اللي انا بنزلها، كل الحاجات دي هي اللي عوامل بتخلي او بتاثر في الشكل الاخير اللي الواحد لازم يبقى حاطه للكاركتر اللي هو بيعمله. صح، مظبوط. طب قولي يا احمد، انت بتستمتع بشغل الحفلات اكتر ولا الاعلانات؟ الحفلات انت انت متخصص قوي في الاتنين. يعني الحمد لله، بس هو الموضوع بيكون اكتر انت الحفله، فهو هو انت عندك شخص واحد انت بتلبسيه بالكاركتر بتاعه، بالظبط انا مش للايفنت محتاج ده. ان انا لكن ان احنا لو بنتكلم مثلا على الميديا، سواء اذا كان اعلان مدته ماكسيمم بتكون 60 ثانيه، انت مطلوب منك فيها حاجات معينه. يس مطالبه ان انت تطلعي في ال 60 ثانيه ده اللي قدام الكاميرا من غير ما يتكلم، اللي هيشوفه هيعرف هو شخصيته ايه، بيعمل ايه، الباك الكاركتر جراوند بتاعه ايه، ايه. بالظبط. ده اصعب بقى، فهو ده التحدي في بقى. تحدي. يس انت حابب الحاجه اللي فيها تحدي اكتر؟ اكيد طبعا. طب كلمنا عن موضه الرجالي السنه دي. الموضه الرجالي في العموم هي مكمل معانا
كام حاجه كده كانت بقى لها كذا سنه موجوده. يعني الستريت ستايل ده هو موجود مكمل معانا في السنين اللي جايه. الستريت ستايل يس. وكمان في حاجات حاجه اسمها الاربن ستايل اللي هي الحاجات اللي شويه بنحسها بوهيميان، دي موجوده برضو في السنين اللي جايه معانا وتقريبا في السنه اللي جايه. الكاتس بقى هي اللي اختلفت، يعني ما بقاش في البنطلون السكيني او البنطلون السليم فيت، خلاص الحاجات دي ما بقى بقتش في شويه موجوده. الموضه الاوفر سايز يس. ما هو عندكم دي بقى كمان في الكوتس وفي السوتس، وفي مش كده؟ السوتس وفي البنطلون وفي كل الحاجات بقى الاوفر سايز، الفلكسيبيليتي بتاعتها كمان بتكون اريح واحسن للي انت لابسها. جايب لنا سامبلز كده، يس. ايه رايك تفرجنا واتكلمنا اكيد عن طبعا. كل بيس؟ اتفضل. يعني هنقول مثلا لو هنتكلم على حاجه كاجوال، الجينز خلاص ما بقاش فيه حاجه اللي اسمها السليم فيت او السكيني لاكس، بقى اكتر الحاجات الريلاكس فيت، ودي بتكون حتى اظبط في الشكل وبتظبط شكل الجسم، مش بتخلي يعني لو حد عنده مثلا الجزء العلوي من الجزء اللي تحت في الجسم بيبقى املى شويه او اكتر شويه من الجزء اللي تحت، لا هو بيتخلي الواحد الجسم بالظبط يعني انسيابي اكتر. الشيب انسيابي. يس. فاحنا لو هنتكلم مثلا على الكاجوال، الفيستل تريكو موجود معانا، هو كانت حاجه قديمه جدا وموجوده معانا في الفتره اللي جايه طبعا، باختلاف بقى الماتيريال سواء التريكو او النت، يعني الماتيريال نفسها بالظبط سوفت او ان تريندي. هو حاجات كمان بتكون زي الماش او الحاجات المخرمه الكروشيه، دي برضو موجوده للرجاله تريندي في الفتره اللي جايه. يا جماعه الموضه بتاعتكم حلوه قوي السنه دي، وانا مبسوطه بصراحه ان احنا بنتكلم عن الرجاله وموضه الرجاله. يس. yes. حاجه كمان الحاجات المينيماليستيك او اللي هي بتبقى عدد الالوان في الاوتفيت بتبقى اقل، دي برضو حاجه موجوده معانا ودي بتناسب بقى لو بتدي واحد تنسيق قوي شويه في الالوان، والناس اللي ما بتعرفش تنسق الوان كتير تبقى ده اكتر حاجه مناسبه ليها على فكره. يس. yes. وبتمشي كده؟ بتمشي يعني لو هو بيشتغل مثلا في حاجه محتاج يلبس حاجه سيمي فورمال او سمارت كاجوال، دي الحاجات دي بتوفي الغرض بتاعه في الحاجات دي. طب الشكل ده يناسب انهي ستايل او انهي كاركتر من الرجاله؟ انت يعني الشكل اللي انت ماسكه ده بالظبط اوكي يناسب انهي كاركتر؟ ده حاجات اكتر براكتيكال، الناس اللي هم بيشتغلوا الناس العمليه. yes. اللي حياتها بالزبط. سريعه مثلا، مش ما نقولش مش مثلا هو ممكن حتى يكون هو بانكر يعمل مثلا او حاجه كده، لا هو دي الحاجات اللي هو اللي فيها حركه شويه في الشغل. وطبعا احنا بنقولنا ان البنطلونات خلاص ما فيش بنطلونات السكيني. yes. خلاص راحت عليها شويه. yes. السيزون ده زي ما قلنا برضو المينيماليستيك، الالوان اللي هو ديفرنت شيد اوف كولر. واو انت جايب حاجات حلوه قوي، موجودين مع بعض كلهم. واللاين ده موضه قوي انك انت تلبس وان كولر المايه بتاعته مع بعض. yes. ومريح قوي للعين او حتى وان كولر كل الاوتفيت بيبقى نفس اللون، دي حاجه برضو المينيماليستيك ده يعني صح. حاجه بتريح اكتر ناس كتير من ان هي فعلا لو هدوء. الناس ما بتعرفش تعمل الوان كتير، مع ان دلوقتي برضو هو الالوان الكتير تنسيق الالوان بالظبط الماتش ده ما بقاش موجود. يعني يا نعمل الحاجات المينيماليستيك كلها لون واحد، او ان احنا ندخل اكتر من لون مع بعض مره واحده. yes. طب ايه اكتر يعني امتى اقول خلاص كده انا دخلت الوان كتير مع بعض that's enough؟ يعني ممكن اعمل لونين، ممكن اعمل ثلاث الوان، انت تقول انه ده كتير قوي ملهاش مقياس. يعني ممكن ندخل باترن اوكي في وان بيس، الباترن ده فيه ممكن اكتر من اربع خمس الوان، بس انا ممكن اطعم بالالوان دي بقى في الحاجات التانيه، او الوان تكمبلمنت او تكمل الحاجات مثلا دي، سكارف البنطلون التيشيرت شميز تحت اللي احنا هنلبسه. يعني لو احنا مثلا ده كان باترن اوكي ولبسنا لون الشميز واحد من الالوان اللي موجوده هنا والبنطلون لون من الحاجات التانيه اللي موجوده هنا، احنا كده عملنا البيرفكت ماتش. انت جايب حاجات رائعه. ثانك يو. بتشوف يا احمد ان في الوان بتنفع للستات والرجاله لا والعكس؟ طبعا في الوان بتنفع للرجاله وفي الوان ما بتنفعش للرجاله وتنفع للستات اكتر. زي ايه؟ ايه اللي مثلا ما ينفعش للرجاله؟ الالوان الباستيل
كل ما كانت سوفتر بتكون اكتر للستات، لكن لو نفس الالوان دي بقت داستي شويه، يعني مور سترونج، اديناها، لا اديناها الترابي شويه، يعني كل لون بيبقى فيه لون مقابل ليه بنفسه بس بشيء تاني. يعني البينك فيه الداستي بينك، النود مثلا، النود ممكن يعني من الصماء الفاتح خالص، لو احنا حطينا له شويه اللون البني هيدينا شويه غمقان او يكون فيه زي ترابي شويه، اللون الترابي يس ده يمشي اكتر للرجاله. ده يبقى حلو قوي. بس برضو على حسب نوع، حسب لون البشره، وعلى حسب السكين كولر طبعا. في حاجه معروفه جدا ان احنا تعرفي امتى الالوان البارده او الالوان الدافئه تمشي عليكي. ورقه بيضه وتحطيها جنب العروق الموجوده في الايد، الجزء ده من ايدي، يس، وتقربيها. لو حسيتي ان الورقه البيضه دي مخليه العروق اللي موجوده في الايد لونها ازرق، مايله للازرق اكتر، واو، فانت كده للالوان البارده. لو دي لونها اخضر، سكين كولر يليق للالوان البارده، yes. انا دي حاجه جديده عليا قوي. لو حطيتي الورقه دي ولقيتي العروق دي مايله للخضر، فانت كده الوان دافيه مش الوان بارده. الالوان الدافيه، yes. واو، خلاص عرفتوا يا جماعه تعملوا ايه، عرفتوا تعرفوا السكين كولر بتاعكم بيليق عليه ايه. طب كلمني عن لو احنا مثلا رايحين مناسبه واحنا كابل نلبس ايه؟ اتنين كوبل رايحين مناسبة، و let's say ان هي مثلا خطوبة، let's say خطوبة، احنا الحاجة اللي بقت موجودة دلوقتي ان الست ممكن تبقى فيها حتة الماسكولينيتي، يعني حتة ان هي تلبس سوت زي ما انتي لابسة، يعني الحتة دي بتكون بتبين الأنوثة أكتر في الست. فلو هما الاتنين لابسين، ممكن يلبسوا الاتنين سوتس، وبس طبعا مع اختلاف الديزاين، مع اختلاف الباترن، بس المهم الاثنين يكونوا بيكمبلمنت ايتش اذر، الاثنين بيكملوا بعض. دي بتكون حاجه لطيفه جدا وترند، فكره حلوه فعلا. طب ايه حاجه ممكن تمشي يونيسكس للاثنين؟ في حاجه كده؟ هو الاتجاه العام دلوقتي في العالم كله، في كل صح. بيوت الازياء كلهم بقى في حاجه اسمها يونيسكس، صح، يعني صح ما بقاش فعلاً. في حاجه، يعني في بيوت كتير بقت بتعمل حاجات هي فيرساتايل يونيسكس للاثنين. انت مع كده؟ انا مع كده جدا، انا مع كده بس في حدود برضو، لان احنا بقينا دلوقتي في ناس بتستخدم الموضوع ده بشكل غلط. بشكل، ما هو اي حاجه بتستخدم بشكل غلط بتدي بالزبط. شكل طبعا مش بالزبط. حلو خالص. بقينا نعمل كده لمجرد بس ان احنا نكون موجودين في حاجه اسمها ترند. بس هو الترند، ايوه صح فعلا، لو الترند حاجه مش هو ترند ده الاساس. وانت لابس غلط او انت لابسه الحاجه بشكل غلط بالزبط. اكيد مش هتطلع يعني حلوة. انا لو انا مطرب مثلا، فهو الترند بالنسبه لي بيكون بصوتي، بفني اللي انا بعمله، مش بحاجه تانية. فهي يعني الاستخدامات الغلط دي. لو انا لابسه اوفر سايز، الاوفر سايز موضه، لو انا لابساه غلط، امتى بقى اكون بلبسه غلط؟ امتى بلبسه غلط؟ لما بيضيع البروبوشنز بتاعت الجسم، مش باين الشيب بتاع بالزبط. يعني كأن شوال بالمعنى بالظبط، يبقى هو إن بزياده عن اللازم، اوفر قوي، صح. yes. تنصح الشباب بايه اللي بيحبوا الفاشن والستايلنج بس عندهم تخوف ان هم يقابلوا انتقادات، يعني مثلا زي شغلك طبعا؟ تنصحهم بايه؟ في ناس اكيد عندها مواهب كتير جدا، انا بشوف انتوا الرجاله عندكم مواهب كتير قوي في الحته دي، بس ممكن يخاف ان هو يواجه انتقادات. طول ما انت محافظ على التقاليد بتاعه المجتمع اللي انت عايش فيه، بلس ان انت برضو محافظ على التقاليد دي في اطار المحيط بيك وطبيعه شغلك، طبيعه شغلك والمجتمع اللي انت فيه بيسمح لك لحد فين، هو ده الخط الفاصل او هي الشعره الفاصله ما بين ان الواحد يواجه انتقادات او ان هو ما يواجهش الانتقادات دي. جرب هو مش مفترض يواجه انتقادات، هو مقتنع بحاجه بيعملها، يعني انت بس في نفس الوقت احنا عايشين في مجتمع لازم نحافظ على تقاليده، احنا بلدنا لازم نحافظ على بس على تفتكر شكلها. ان انتقادات من التقاليد، يعني مش عارف، هو يطول الجدل في الحته دي شويه. طب من وجهه نظرك بتشوف ايه اللي بيحدد الموضه
وايه اللي فجأة بيطلع الحاجة ترند؟ هو الحاجة بتطلع ترند الموضة كلها متجددة، لأن اللي فات هو اللي جاي، دايرة سيركل وبتعيد نفسها بشكل بالزبط. مختلف، بشكل مختلف، بكاتس مختلفة، بألوان جديدة ظهرت، بماتيريالز جديدة ظهرت في ما كانتش موجودة في الوقت اللي كان موجود فيه نفس الموضة قبل كده. بس هي الموضة كلها ريسايكل، بتروح وتيجي تاني، بترجع ممكن بشكل مختلف. بالظبط، يعني زي ما احنا دلوقتي في الصيف والشتاء. يس، احنا دلوقتي اللي موجود دلوقتي لو هنتكلم على البنطلونات مثلا اللي موجودة دلوقتي، هي مين البنطلونات اللي موجودة ما بين الناينتيز والايتيز والسبنتيز، يعني سبعينات ثمانينات تسعينات. الموضة دي كانت موجودة وهي رجعت تاني، بتعيد نفسها تاني بأشكال بس مختلفة شوية، مناسبة بقى يعني للعصر، لشكلنا بالزبط. دلوقتي بالزبط. حياتنا دلوقتي بالظبط. شايف ايه الحاجة التايمليس اللي ممكن تضيع الوقت وانت بتعمل ستايلينج؟ الحاجة اللي تضيع الوقت وانا بعمل ستايلينج، الحاجة اللي فيها هاند ميد، لو في حاجة انت تشتغليها هاند ميد هي دي اللي بتضيع الوقت. بتاخد وقت. يس، بتاخد وقت وبيبان فيها كل حاجة انت بتعمليها. مين اكتر حد، مش ايه اكتر حد، مين اكتر حد استمتعت قوي وانت بتشتغل معاه وبتعمل له ستايلينج او بتعمل لها، يعني لو بنت او ولد حد اشتغلت معاه استمتعت بالشغل معاه، حسيت انك انت بتدي حاجة جديدة؟ سؤال صعب، بس انا مش هقدر اجاوب طبعا على حاجه زي كده، لان في ناس كتير طبعا. الحمد لله انا بقالي سنين موجود في الميديا، اشتغلت مع ناس كتير، ناس عمالقه موجودين عندنا هنا. ده حقيقي، انت البروفايل بتاعك مليان، انا ما لحقتش اتفرج على ايه ولا ايه صراحه. فما اقدرش اقول ان في حد استمتعت معاه وحد ما استمتعش معايا، لان هو حتى ولو كان في فرضا ان في حد ما استمتعش معايا، فانا بعمل شغلي اللي انا بستمتع بيه. ايه اغرب موقف طيب قابلك وانت بتشتغل مع حد، بتشتغل في حفله اعلان؟ موقف غريب حصل لما بتكوني مثلا انت محضره حاجه على حسب كاركتر بسن معين، وتفاجئي ان السن غير تماما اللي انت حطاه او الشكل اللي انت حطاه. ده انت هنا في ورطه كبيره جدا، انت كل اللي انت يعني اشتغلت عليه كله. يس، وطبعا انت عارفه ان دايما الستات بتدي مقاس مش المقاس المظبوط بتاعها، والرجاله ما بتبقاش عارفه المقاس بتاعها المظبوط. اشرار دايما دي بالظبط، دايما بنصغر سننا بالظبط، ودايما بنصغر الويت بتاعنا. فدي بتبقى هي دي الحاجه ممكن اللي هي تبقى فيها مشكله، بس الحمد لله كلها بتتظبط يعني بتتصلح. احمد نورتني بجد، اتشرفت بيك في الحلقه واضافه للبرنامج. شكرا، وبتمنى لك توفيق في مجالك. شكرا جدا. ودي كانت فقرتنا، ونروح فاصل ونرجع لكم تاني. اوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم بعد الفاصل. بمناسبة السنة الجديدة والبداية الجديدة، هنتكلم النهاردة عن ازاي اوصل للجسم اللي انا عايزاه وحافظ على صحتي وابدأ السنة الجديدة كده وانا راضية عن شكلي وجسمي. وهتكون معنا النهاردة دكتورة بسنت احمد، اخصائية التغذية العلاجية. ازيكي بسنت؟ هلو، ازيك؟ عاملة ايه؟ كله منوروني. ميرسي. كلمينا كده، ازاي اقدر احدد ان انا مليت شويه محتاجه اخس، رفيعه شويه محتاجه اتخن؟ بصي، هو دايما المرايه هي اللي بتحكم. انت دايما كل واحد بيبقى مرتاح في شكل معين او في جسم معين، بس ساعات الموضوع ما بيبقاش كده، ان بيبقى معظم الناس اللي حواليك هم اللي بيحكموا، يقول لك مثلا انت عندك مليتي شويه، خسيتي شويه، وانت اساسا فات، او ممكن تكوني خاسه وشايفه نفسك تخينه. بالظبط، للاسف. يعني الثقه في النفس هي اللي بتدينا الشكل اللي احنا عايزينه. دايما اقول ان احنا الميزان دوت مش هو نهايه العالم ولا اوله، بس المفروض ان احنا عارفين احنا مرتاحين في ايه. دايما لما حد بيخش لي العياده ويقول لي مثلا انا عايز اخس 15 كيلو ولا 20 كيلو، اقول لهم طيب خلينا نمشيها واحده واحده،
انت مرتاحه او اكتر من وزن كنت مرتاحه في وقت من الاوقات عليك او كنت راضيه عن نفسك، تقولي اه بس انا عايزه انزل عنه. طب خلينا نوصل للهدف ده وبعدين نكمل. دايما برضو بنحكمها بان في معادلات رياضيه ثابته عندنا اللي هي البادي ماس اندكس، ان انت بتقسمي الوزن. البادي ماس اندكس بالظبط معادله رياضيه خاصه بالجسم، ازاي ان انا احسب وزني، احسب ان انا الوزن بتاعي نورمال ولا لا، ان انا بحسب الوزن على مربع الطول بالمتر. الوزن في محيط الطبيعي ولا لا؟ الوزن اللي انا عليه اللي انا بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر. يعني مثلا لو انا وزني سي 65 على طولي 165، فدوت مثلا المفروض الرينج ان احنا نطلعه من 18 لغايه 25، دوت بيبقى وزن مثالي بالنسبه. يعني ايه من 18 ل 25؟ يعني انا ليتس سي دلوقتي حد وزنه فعلا 65 وطوله 165 بالظبط، ال 18 او ال 25 دول ما هو هنقسم عن إيه؟ هنقسم ال 65 على 1.65، أوكي. يعني وهنقسمها عليها مرتين هيطلع لنا الرقم ده، هنضربه في 100 هيطلع لنا البرسنتج. البرسنتج دوت المفروض بيطلع من 18 ل 25، ده اللي هو المفروض النورمال اللي هو بعيد عن زياده في الوزن. فوق ال 25 بنعتبر يعني ده كده انتوا نورمال، ده كده وزن مناسب جدا. احنا بقى في الميدل ايست او في مصر عموما لينا طبعا مقاييس معينه، بنزودها ل 28 كمان، برضو بيكون ليهم مقاييس معينه، بنزودها ل 28، بنزودها لغايه 30 ساعه في بعض الاحيان. ولكن فوق ال 30 على طول بنعتبرها زياده وزن غير صحية وليها مخاطر، وساعتها بنقول ان كده ان احنا في سمنة، بمعنى بداية مرض. سمنة اللي هي بمعنى اللي هي داخلة في حتة المرض بالزبط. طب خليني اسألك، ايه الفرق بين التغذية في العموم والتغذية العلاجية؟ التغذية العلاجية احنا اصلا متخصصين اكتر في التغذية بتاعت مرضى، ازاي نحط لمرضى القلب والسكر والضغط والكوليسترول، اللي هي الامراض اللي هي الكرونيك او اللي احنا بنقول عليها اللي هي بقت منتشره في مصر، اللي هي المزمنه بالظبط. فاحنا عندنا التغذيه العلاجيه مرتبطه اكتر بان انت بتظبطي الادويه اللي مكتوبه للمريض اللي قدامك مع نوعيه الاكل، وازاي ياخد الادويه دي ويستفيد منها الى اعلى استفاده، ومعاهم الاكل نحط لهم نظام غذائي مرتبط بالادويه دي بحالته الصحيه وادويته بالظبط، عشان يخرج في الاخر ان هو معاه نظام صحي متكافئ مع حالته الصحيه والادويه بتعمل مفعول. يعني احنا عندنا كمان مرضى الغده الدرقيه عندنا مشكله كبيره معاهم ان هم بياخدوا الادويه غلط، بياخدوها كلها في وقت واحد، ياخدوها وياكلوا، لازم تتاخد على معده فاضيه قبل الاكل بساعه، ما يبقى بعيد عن اي البان او عن بقوليات لانها بتقلل من امتصاص الدواء جدا. مظبوط. فمعظم مرضى الغده الدرقيه مثلا بنبقى قاعدين معاهم بنظبط الادويه ازاي تتاخد في الوقت الصح، وبعديها ناكل ايه علشان الادويه دي تشتغل كويس على مدار اليوم. خلينا نتكلم عن الدايت في العموم، الفرق بين الدايت او انواع الدايت او ايه اصلا الدايت. يعني ممكن حد يجي يقول لك النهارده انا عامل دايت، طب انت وصلت للتارجت بتاعك هترجع تاكل تاني؟ بصي، هل كلمه دايت اوريدي اصلا في الاساس هي كلمه مصطلح صح، ان انا اقول انا عامل دايت وبعد كده انسى الدايت؟ طب ما انا بوظت كل حاجه. بالظبط، هي المفروض ان احنا الدايت هو اسلوب حياه، ان انا اقول ان انا هعمل حاجه اكستريم بعيده هعيش بيها مدى الحياه. بالظبط، لازم تكون حاجه زي ما بنقول دايت بلان معمول كستمايز ليك، ان انت عم بيمشي على الروتين بتاعك، بتصحى الساعة كام، سواء بتصحى بدري او متأخر، حسب اللايف ستايل بتاعه يعني. بالظبط، بتشتغلي مثلا بداية شغلك بدري او متأخر، تقدري تجيبي اكل معاكي في الشغل ولا لا، لازم يبقى ده هو ده النظام الروتين اللي احنا بنحطه، مش ورقة بنمشي عليها وهنمشي عليها ان هي قرآن. دايما اقول وبالتالي طبعا ده بيخلي في ناس ممكن تلاقي حد بنوتة راحت للدكتور خدت نيوتريشن سيستم او نيوتريشن بيبر بتديها لصاحبتها، وصاحبتها تديها لاختها، واختها تديها لمامتها، اكبر غلط. بس كله طبعا اكبر غلط طبعا. لازم مثلا لو انا بلعب رياضه في حاجه هي ما تنفعش ان هي تشير. بالظبط، صح. لو هي بتلعب رياضه يبقى هنا مختلفه تماما عن صاحبتي. لو انا زي ما قلت لك بصحى بدري، او حد بيصحى متاخر، حد بيذاكر مثلا، طبعا دوت بيبقى محتاج تركيز، بيبقى محتاج تركيز، بيبقى محتاج ان هو ياكل حاجات طول ما هو قاعد يذاكر ولا في لا،
كل واحد وطبيعة جسمه. فلازم احنا لما بنقول دايت بعيد تماما على ان هو يبقى كتاب او حاجة يعني ثابتة، لازم تكون حاجة فليكسبل وقريبة من الروتين بتاعنا، من اللايف ستايل بتاعنا. طب خليني اكلمك عن الاصعب قوي، حد ما عندوش سيستم خالص، ما عندوش مواعيد ثابتة للنوم، ما عندوش مواعيد ثابتة للأكل، لو هو ده طبيعة يومه، طبيعة شغله أو طبيعة حياته، هي لازم دي حاجة صعبة طبعا، بس خلينا نبدأ بالأصعب. بس احنا دايما بنقول من أول ما يصحى بنرتب يومنا، يعني أنا حتى لما باجي مش بحط ميعاد، انت هتصحى هتفطر ولازم تفطر ولازم تاكل حاجه فيها بروتين عشان تساعد على في كاريرز كتير قوي كده بيتهيأ لي، الدكتور كده بالظبط، الناس اللي بتشتغل في الميديا كده، الضيافه الجويه كده، يعني في كذا كارير بيبقى عنده المشكله دي بالظبط. فاحنا لازم نبقى فليكسبل، وانا قلت لك انا مش هحط ورقه هتبقى هي ديت اللي همشي عليها، ولكن يوم بيوم انا عارفه ان انا كل 3 ساعات هاكل حاجه، مش هسيب نفسي للجوع، لازم اول ما اصحى افطر واكل حاجه فيها بروتين، سواء بقى قمت الصبح او قمت بالليل. بس برضو ارجع اقول ان السمنه عليها عامل كبير جدا النوم بالليل. النوم بالليل بيساعد على انه بيرفع الحرق، بيساعد على ان هرمونات النمو النوم في وقته، يعني زي ما ربنا قال النوم في وقت الليل هو النوم المفيد بالظبط، لانها بتساعد على الجروس هرمونز ان هي تشتغل في اعلى كفاءه. فهي دي طبيعة ربنا ان احنا ننام بالليل ونصحى بالنهار. طبعا الظروف اختلفت او اي حاجة بتبقى اليومين، ولكن ان احنا نحاول نظبط يومنا عشان ما يحصلش سمنة ساعتها نبقى نقول ان السبب ممكن لخبطة النوم، عدم ان الواحد ممكن ما بيشوفش شمس، ما بيشربوش مية كويس، كل دي حاجات ممكن تلخبط الحرق بتاعنا، وساعتها نبتدي نكسب وزن 2 كيلو في 2 كيلو مع الوقت بدون اي داعي، واحنا مش عارفين ليه. انا ما باكلش، بس انا ما بنامش كويس، ما بشربش ميه كويس، ما بشوفش شمس، صح. فده بيساعد ان الحرق بتاعنا يختلف تماما. طب قولي يا دكتور، ايه انواع الدايت؟ احنا يعني ناس كتير بتسمع عن حاجات كتير قوي، الكيتو، الصيام المتقطع، انواع كتيره، كلمينا عن كل نوع وازاي اقدر احدد ان النوع ده مناسب ليا ولا مش مناسب ليا. يعني وقت ما طلع الكيتو الناس كلها عايزه تجو كيتو، وهو ممكن يكون نظام مش مناسب لي. وانا اعرف، ما اعرفش المعلومه دي صحيحه ولا لا، ان الكيتو ده اتعمل لناس مخصوصه بوضع معين مش مناسب للناس كلها، فكلمينا عن النقطه دي. بصي، هو احنا زي ما قلت لك الدايت او النظام الغذائي هو ان هو يناسب اللايف ستايل. طبعا في حاجات تطورت كتير وطلعت بسبب ان احنا بنعالج امراض، زي ما بقول لك ان التغذيه لازم تكون هي الاساس في اي مرض. زي كمان برضو، سوري بدون مقاطعه، الحقن اللي طلعت برضو دلوقتي هي اصلا للناس اللي عندها مشكله في مقاومه الانسولين، واتضح ان بعد كده ابتدوا يستخدموها في الخساسين والهاو تو لما اثبتت نجاح. هي الفكره زي ما قلت لك، بس عايزين نوضح ان هي ازاي ما تكونش لكل الناس. ما انا قلت لك الكيتو دايت في الاساس احنا عملناه للاطفال اللي عندهم اي دي اتش او عندهم توحد. اكتشفوا ان احنا لما بنقللهم الحاجات اللي فيها الجلوتين بالذات والسكر تركيزهم بيبقى احسن، ان هم بيعرفوا يبقى في عدم، يعني مشكلتهم بيبقى في التشتت، فبيبقى في تركيز قوي جدا، فابتدوا يلاحظوا ان كمان ان هم بيقلوا وزن. ده سبيشالي لاطفال التوحد والاي دي اتش وعدم التركيز. وحتى اي طفل لغايه دلوقتي انت دايما تسمعيها ان انت اي طفل عندك مهايبر هتقول لك امنعي عنه السكر وعامله، يعني هي ابتدت كده. فاكتشفوا ان هو لما بنزود لهم البروتين والدهون الصحيه اكتشفوا ان هم بيخسوا بالرغم ان احنا بنديهم دهون، والحرق بتاعهم بيبقى احسن وتفكيرهم بيبقى احسن. ومن هنا طلع الكيتو ان هو ممكن يخسس. ليه؟ يعني هو اصلا في الاول في البدايه كان للاطفال، مش للاطفال الادلت. للاطفال. ونيجي من بعده مثلا الصيام المتقطع. الصيام المتقطع احنا في الاساس اخدينه للناس اللي عندهم بري دايابيتك او على وشك ان هم يجي لهم سكر، او الاطفال او البنات بالذات اللي عندهم البي سي او او اللي هو التكيس اللي على المبايض بسبب. عايزين نوضح اكتر للناس اللي بتسمعنا عن المصطلحات يعني بالظبط. هو مصطلح معروف عندنا، البنات اللي بتحصل عندهم لخبطه في الدوره الشهريه، فنيجي نعمل سونار نلاقي فيه دهون على الرحم. بس هل ده مرض ولا عرض؟ ما هو ده بسبب ان البنات بتاكل سكريات كتير ودهون غير صحيه،
فساعتها بيبقى الانسولين بيعلى جدا في الدم، فبيكون اكتر مكان محبب ليه لتخزين الدهون داخل الرحم. فساعتها يبتدي يلخبط لي الهرمونات، يلخبط في الدوره الشهريه، يبتدي يطلع لهم شعر. فساعتها وصلنا ان البنات ديت لازم نقلل من الشجر بتاع الدم بتاعها. بس ده عرض وليس مرض، مظبوط؟ ما هو ده مرض منتشر بين البنات دلوقتي للاسف بسبب الاكل. علاقه بالتخن؟ ما هو بسبب طبيعه الاكل الغير صحيه. ممكن تلاقي بنت مليانه وعندها المشكله دي، وممكن تلاقي بنت رفيعه، ودي بتجيلنا كتير جدا، بنت رفيعه بس عندها لخبطه في الدوره. نيجي ندور على الاسباب، نلاقي ان هي بتاكل اكل غير صحي ودهون غير صحيه، وما بتاكلش اي حاجه مفيده. ساعتها بندخلهم في صيام متقطع، وده كانت بدايته، ان احنا بندخلهم في صيام متقطع، ان هو بدايتها ان هم يصوموا 5 ساعات ما بين الوجبه والوجبه عشان نكسر سكر الدم شويه، فابتدوا يخسوا برضو، ابتدى نحس ان هم احسن، ابتدت الدوره تنتظم. لما بينزلوا 5 6 كيلو الدهون اللي على الرحم بتنزل. بس في النهايه الصيام المتقطع مناسب للناس كلها؟ مناسب للناس اللي سكرها غير مظبوط، او هم على وشك ان هم يجيبوا. بمعنى ان هو يكون عالي ولا واطي؟ عالي، ان احنا بنسميهم بري دايبيتيك. بتاكل سويتس كتير، في ناس اوريدي بطبيعتها بتحب السويتس، وده بالظبط احنا بنعمل السكر. الصيام ده مناسب ليهم جدا. بنعمل تحليل السكر التراكمي، هو اللي بيحكم لنا هم ماشيين كويس ولا لا. السكر التراكمي ده بيبقى على اثر 3 شهور فاتوا، هل هم بياكلوا سكريات عاليه ولا لا. اول ما بيطلع لنا من 5.7 لحد 6 نعرف ان ده على وشك انه يجيله سكر، فلازم ساعتها نتدخل وان احنا نكسر له السكر بتاعه، يا اما بصيام متقطع يا اما بنظام غذائي في قليل في الكربوهيدرات والشجر. وساعتها ابتدوا برضه لقيناها بتتحسن. نيجي بقى للديتوكس، ان احنا حاجات الانواع الديتوكس دي، الديتوكس ده اصلا دخل للناس اللي هي لا قدر الله عندها كانسر او اي حاجه وكده، بنبقى عايزين الانتي اوكسيدنت تزيد في الدم، تعلى شويه. بالظبط، علشان يقدر المناعه بتاعتهم تقاوم، فابتدينا نعمل الدايت الديتوكس. بس كويس النظام التغذيه العلاجيه ادى دروس كتير جدا للناس ان هي تعمل دايت بشكل صحي. بالظبط، هو الفكره ان انت اي مرض بدايته لازم 50% من المرض في العلاج الاكل. اي حاجه في الدنيا لازم نظبط اكلنا، سواء مناعه، سواء ان احنا عندنا مثلا زي ما قلت لك السكر او الضغط او امراض القلب، ده بيبقى برضو بسبب الكوليسترول. الامراض الشائعه دلوقتي وللاسف بقت بتيجي لناس كتير جدا صغيره في السن. بالظبط، 50% اكل دايما نقول، ممكن توصل ل 70% و30% ل 15% رياضه. لازم الناس تعمل رياضه لانها بتعالج معظم الامراض اللي يعني موجوده عندنا. يعني اكتريا، عشان انا دايما بقول كده محدش بيصدقني، الاكتريا النيوتريشن مش الرياضه. الرياضه طبعا ليها عامل كبير جدا، بس الاكتريا الاكل النيوتريشن، انا باكل ايه، طبيعتي كلها إيه؟ بتثبت ان انت 15 ل 30% بيعتمد على الرياضه، والاكل هو الثابت معانا 70%، لازم هو اللي بيبقى الاساس للعلاج من اي مرض او التخفيف من اعراضه. يعني في امراض عندنا بتبقى مثلا التهاب المفاصل، الحاجات دي، او ان انا ادخل اكون على وشك بدايه مرض. بالظبط، زي ما انت عارفه الروماتويد مثلا، احنا لو ادينا لهم حاجات فيها اوميجا 3، بعدنا عن الحاجات اللي هي بتترسب، نزلنا الاملاح، شربنا ميه كويس، هتلاقي الاعراض اخف بكتير من وطئتها. لما الناس بتبقى بتاكل وبتلبخ وبتاكل حلويات وكده، هتلاقي اعراض الروماتويد بقت الاضعاف. القولون، الاكل sometimes بيبقى نقمه على الانسان لما بيزيد عن حده. بالظبط، فهو الاكل هو زي ما قلت لك النيوتريشن هي الاساس في اي حتى مرض، حتى لو هو مش علاج فهو هيقلل من الاعراض، من الاعراض اللي موجوده. بالظبط. طب قولي لنا يا دكتور باسانت، معظم الناس مش بتحب فكره الدايت ان هي بتحرم نفسها من كل حاجه، ازاي اقدر امشي على نظام غذائي مناسب معقول كده ما احرمش نفسي فيه؟ زي ما قلت ان احنا نبتديها ستيب باي ستيب، انا مش همنع حاجه مره واحده، حاجه متعوده عليها كل يوم، نظام اكل انا متعوده عليه، ولكن هقول لك مثلا ان احنا نقلل من نسبه اكلنا، ودي دايما بقول عليها البدايه، ان انا ما صعبش الخطوات بتاعتي، ان انا اقلل من كميه اكلي واحده واحده. نفس الاكل اللي باكله مش فجاه، يعني مش فجاه كده احرم نفسي وفجاه انا قطعت سكر. يا جماعه ده بيبعد، انا فجاه قطعت النشويات، ده ممكن ياذي ازاي؟ اولا في على فكره ناس كتير جدا بتعمل كده، ما هي البدايه بتبقى فيها حماسه، فجاه انه فجاه النشويات دي اكتر حاجه، انا فجاه يا جماعه النهارده قطعت النشويات.
فجأة all of the sudden قطعت سكر. فكلميني ده ممكن يكون مؤذي ازاي؟ مؤذي زي ما قلت لك ان احنا هتبتديها خطوه بخطوه، ولكن انت لو بعت الحماسه اللي في الاول ديت هتقول لك ما لقيتش النتيجه بالراحه جرادولي. لكن انا لو مثلا قطعت على اساس اني هنزل 5 كيلو مش هيحصل، مش هيحصل، مفيش جسم بيفقد منه كميه كبيره. احنا دايما نقول النزول اللي بالراحه او بثبات بيبقى احسن لنا، نقلل من اكلنا جرادولي هتلاقي ان الدنيا بقت احسن، هتلاقينا مش محرومين من كل حاجه. يعني مثلا لو حد بيقول لي انا باخد بار شوكليت اقول له طب ناخد حتتها صغير وقت ما انت ستريس وعارفه ان الوقت دوت انت محتاجه حاجه معينه كليها، بس مش لازم تكمليها للاخر. فلازم نقول ما حرمتش نفسي في نفس الوقت ما اذيتش نفسي. بالظبط، هو التغذيه بالظبط انك تقللي من كميات اكلك جرادولي لغايه ما توصلي ان انت تقلبي بقى من النظام اللي هو المعده ترتاح للنظام الصحي. هتلاقيها فجاه بيقول لك احنا معدتنا مرتاحه جدا، هتلاقيني انا بنام كويس جدا لما باكل فاكهه اكتر ولا باكل بدايل اكتر. دي نقطه مهمه فعلا، توفير البدايل ده برضو حاجه اساسيه. يعني توفير البدايل طبعا. توفير البدايل بمعنى ايه؟ يعني مثلا لو انا حد عندي بيحتاج سكر كتير او حاجات، دايما اقول وفروا زبيب، وفروا فاكهه، وفروا معاكم مكسرات. الحاجات ديت بتقلل من الستريس ومن زي ما نقول الكريفنج للشوجر، بتقلل بيه جرادولي ان انت ما تبقيش على طول محتاجاه. احاول بدل ما ادخل مثلا بار شوكليت او بيس اوف شوكليت ادخل حاجه مثلا فاكهه، الزبيب حاجات طبيعيه بالنسبه المكسرات، هتلاقيكي بقيتي احسن واستمتعتي بيها اكتر وفادت جسمك احسن برضو بكتير من الشوكليت ان انت خدتي حاجه فيها سكر عالي. طب في ناس كتير يا دكتور بتكونش بتاكل، يعني بتكونش اكيله وما بتتخنش، بس تلاقي دايما وزنها ثابت على الميزان، which is انا منهم، ده بيكون سببه ايه؟ في اسباب كتيره زي ما انا قلت لك ان الحرق عندك ممكن يكون ثابت على مقدار معين. طب ده برضو بيكون سببه ايه؟ اول حاجه عدم شرب ميه باستمرار. ممكن تاني سبب عدم النوم في اوقات زي ما قلت لك بالليل. ممكن يكون نقص فيتامينز في الجسم، انيميا بانك ما بتستطعميش الاكل فما بتاكليش، او العكس انك بتروحي اكستريم للحاجات السكر او الملح. تالت حاجه ممكن او القهوه كتير برضو. ممكن برضو ان احنا زي ما قلت لك عدم التعرض للشمس برضو ده بيأثر كتير. دي نقطة مهمة قوي فعلا، فايتة ناس كتير قوي. في ناس بتفقد حاجات كده زي عدم التعرض للشمس وتنظيم التنفس، ان انا بقلل فيتامين دي تقريبا، فيتامين دي ده ممكن يعمل كده، بيدخلنا في ديبريشن وما بيقلل من الحرق، وفي نفس الوقت ما بيساعدش على النزول في الوزن. الحرق بتاعنا بيبقى للاسف ثابت على مقدار معين يعني. وكمان زي ما انا قلت برضو ان انت التنفس، ان احنا ما بنتنفسش كويس واحنا بناكل بسرعه ما بناخدش نفسنا، فده اكبر غلط فعلا. فده برضو بيأثر جدا على الهضم بتاعنا. ممكن برضو عدم ان احنا ما بناكلش في اوقات منتظمه، ممكن بنصوم لوقات كبيره وبعدين نرجع ناكل وجبه كبيره على اساس ان الوجبه ديت انا ما اكلتش بقى اليوم كله فهاكل وجبه واحده. وده غلط كبير جدا، احنا بنقابله كتير عندنا في مصر، ان مثلا الناس اللي بتشتغل في البنوك يفضل طول اليوم ما ياكلش حاجه خالص، ومجرد ما رجعت للبيت الكومفورت زون بتاعتي وابتدي بقى ان انا اكل بكميات مفيش اي كنترول، لان انا ما اكلتش من الصبح، انا مش هاخد كل الكالوريز بتاعتي في وقت واحد وخلال اليوم بس كله. ده غلط، هل الجسم بيستفيد في الوقت ده؟ مش بيستفيد بكل الكميه دي مره واحده، ده بالعكس. انا بوصل ان انا السكر بتاعي بيعلى فجاه، الكوليسترول بتاعي بيعلى فجاه، بعديها الحركه زي ما يكون اديت شوك قويه للجسم فجاه وما بتحركش كمان بعدها. ده انا بالعكس انا حركتي بقت بتقل لاني هخش انام او ان انا قعدت في البيت، فده برضو بيأثر ان انا كل زي ما بنقول الريسك فاكتور بتاعه السمنه بتظهر لي ممكن مع ناس بتاكل وجبه واحده بس في اليوم. السكر والضغط والكوليسترول يعلو بسبب ان هو اكل وجبه كبيره ما فيش كنترول عليها وبدايه علا. انت عايزه تقولي ان هو علا كل المعدلات فجاه ومش هيستفيد بالشكل اللي هو متخيله يعني، ومش هيتحرك، مش هيحرق اي حاجه خلاص. هو داخل في حاله الكومفورت زون بتاعته وابتدينا ناكل ونون ستوب، فده بيبقى مشكله بالنسبه لنا جدا. فده اكتر لايف ستايل بيبقى لازم نغيره، لازم نقول له لازم تغير من اللايف ستايل بتاعتك، ان انت لازم تاكل على مدار اليوم تاخد 3 وجبات على الاقل، في 3 وجبات يبقوا ثابتين في يومنا، ممكن ناخد ما بينهم حاجات. ضد فكره العشاء يا دكتور؟ دايما الناس يقول لك
او يعني انه اقطع العشاء بعد الساعه 7 ما تاكلش، كل فاكهه، كل زبادي، اشرب. لا بس ضد الفكره دي، ضد او مع الناس اللي هي بيبقى عندها السكر عالي بنضطر نعمل معاهم كده علشان اللي عنده السكر عالي بس. لكن في النورمال الانسان مفترض ان هو يفطر يتغدى يتعشى. لا ويكون الوجبات ما بينهم برضو وقت، يعني ما يبقاش انا متغديه وبعدين ارجع اتعشى. لا في ناس برضو لا لازم احط لهم، في ناس لما بتبقى اصلا مش عارفه تنام بسبب ان هي جعانه، دي اكبر غلطه، لازم اكل حاجه تبقى محسساني بالشبع علشان اعرف انام. في بقى امثله كتير، في ممكن اخد حاجات كتير، مش شرط ان انا الزبادي والتفاحه هم اللي هيبقوا الاساس، ولكن انا ممكن اكل بليله الايام دي. الحمص، حمص الشام من الحاجات الهايله جدا وبتساعد على الحرق لانه بروتين، ومنه كمان بنحط فيه توابل كتير فبتساعد ان هي ترفع الحرق قبل النوم، وبيدفي في البرد اللي مش عارفه يدخل علينا يضحك علينا. والبليله لو حطيت لها قرفه فانا رفعت من معدل الحرق بتاعي. نيجي بعديها لا ممكن ناخد فشار، وممكن ناخد الكاكاو بتاع ده، كوبايه كاكاو لو حد اخدها بالليل. كاكاو طبيعي طبعا، كاكاو طبيعي بالظبط، مش اللي هو فيه سكر، مش المحلى هوت شوكليت والحاجات دي بالظبط. انا ممكن اعمل الهوت شوكليت عادي بس هعمله بلبن خالي الدسم، وهحط له اللي هو الكاكاو الخام، وحلي بعسل، هيبقى افيد بكتير. افكار حلوه جدا فعلا بالظبط. ومع مثلا فعلا في الوقت اللي هو بالليل انا مش عارفه اكل ايه وحاسه اني مش هقدر اكل، فاكل حاجه زي اكل حاجه زي كده فعلا بالظبط. وممكن معاهم كبشه مكسرات، هو انا أزقست حاجه معاهم برضو. هو منه عشا خفيف ومنه ان هو حاجه مفيده. الفشار من الحاجات الهايله جدا، ان الناس بتبقى مش عايزه تاكل بس عندها زهق والليل طويل، فالفشار من الحاجات اللي هي بنقول عليها سناك، ان هي بتضيع من الاسترس بتاعنا بتاع اليوم، بتضيع فعلا من الحاجات الهايله جدا. وانا بحبه كمان في الدايت لان في فيتامين اي واي بيفيدوا جدا الشعر والضوافر عند اي ست بتعمل دايت، من الحاجات الكويسه جدا، لان معظم الستات لما بتخش ده كل الستات دلوقتي ضوافرها عندها فيها دايما مشكله، دايما عندنا ستات مشكله في التغذيه قويه جدا بتاثر على شعرنا وضوافرنا بالظبط. ودايما اقول حطوا عليه زيت، او حتى لو هنحط حته زبده، لان الفيتامينز اللي فيه كلها بتدوب في الدهون، والجسم بيمتصها عن طريق الدهون، كل الكلام فلازم نحط فيه دهون. الناس تقول لي انا بعمله بميه او بعمله، انت كده ما استفدتيش بيه. لا طبعا مش صح. نقطه الزيت اللي هنحطها دي او حتى زيت زيتون هيديله الفايده، هيرفع من الفايده بتاعته وهنستفيد بيه، وهيبقى مساعد على النزول في الوزن، وكمان ان احنا نزول صحي، ان انا بدي الفيتامينز المهمه للشعر والضوافر. مظبوط، معلومات جميله جدا استفدنا معاكي النهارده. ميرسي دكتوره بسنت. ميرسي ليكي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. وقتنا خلص للأسف، بتمنى الحلقة النهاردة تكون عجبتكم، استنوني حلقات الجاية، دايما هقدم لكم كل جديد في عالم الفاشن، وهستنى آراءكم الجميلة على بيج البرنامج. أشوفكم على خير، إيمان عدلي.